السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ هنفرز مع بعض الفراولة بأسهل طريقة. أول حاجة الفراولة لازم تجيبيها تكون سليمة، مش مستوية ومهرية تقولي خلاص دي أفرزها بدل مطبوخ، مش هتنفع كده. لازم تكوني منقية ثمرات تكون كويسة، ما تستنيش برضو آخر الموسم هتكون الفراولة بتشرب مية كتير ومهرية منك. هتغسليها حلوة قوي من غير ما نشيل التاج الأخضر بتاعها علشان ما تشربش مية. لما نيجي نشيل التاج الاخضر بتاعها هنشيله بالايد يدويا، مش هتشيليه بسكينه عشان ما يتاكسدش، السكينه تاكسده مع الفراوله. هنشيلها كده واحده واحده، الكميه بتاعتي كلها هشيلهم وارجع لكم تاني. انا كده عملت الفراوله كلها اهي، عملتها بايدي مش بالسكينه، تمام؟ لو عملتي الخطوه ديت بالسكينه الفراوله بتاعتك مش هتبقى كويسه خالص، مش هتديكي نفس النتيجه. الخطوة اللي بعد كده ان انا هجيب طبق فيه سكر وهدحرج الفراولة بتاعتي كلها عليه. واحدة واحدة هتتغطى بالسكر من كل ناحية. لاحظي ان هي ناشفة خالص من المية، ودي حاجة مهمة. اي فواكه او خضروات هنشيلها في الفريزر تفرزيها لازم تكون جافة من المية نهائيا، لان المية ديت مع الالياف بتاعتها بتخليها مهرية وبتخلي طعمها وحش جدا وبتبوظ طعمها خالص. شلتي زي كده ان انت تلفيهم في الطبق واحده واحده، ممكن تحطي السكر في كيس وتحطي الفراوله معاه وتقفليه وترجيه كويس كده، كلها هتتغلف بالسكر. خلاص خلصوه في ثواني. السكر اللي اتبقى دوت ممكن تستخدميه مع اي عصير، احنا كمان هنعمل عصير النهارده فما فيش اهدار للحاجه اللي معايا خالص. شكلها بعد ما لفيناها بالسكر هتدخل الفريزر كده، وهي محطوطه على صينيه كل واحده مستقلة بذاتها، بالظبط زي ما بنيجي نفرز الكوبيبة او الكفتة عشان لما تطلعيها ما تتهريش وتفضل تفكي واحدة من واحدة تبوظيها خالص. لما تجمد خالص في الفريزر تجمد نهائيا ممكن تاخد يوم او نص يوم حسب جودة الفريزر بتاعك. بعد كده بنطلعها ونحطها في اكياس بالكميات اللي انت عايزاها. ده الفراولة بتاعتنا اهي بعد ما طلعت من الفريزر، لونها زي ما هو، حبيبات السكر ثابتة عليها. دلوقتي بقى هنفرزها في اكياس، عبي الاكياس حسب احتياجك انتي الشخصي. في حاجة كمان ممكن نضيفها مع الفراولة دلوقتي، ممكن نضيف قطعة بنجر معاها عشان لما تطلعيها تعمليها عصير. عارفين طبعا البنجر مع الفراولة مش بيغير في الطعم، وكمان بيزود القيمة الغذائية جامد جدا، لكن انا هفرزها المرة دي من غير البنجر لان انا اصلا عندي بنجر في الفريزر. حبيها بقى ورجعيها الفريزر بتاعك بسرعة عشان ما تفكش منك. خدي بالك من الحاجات زي الفراولة والرمان والخوخ لو بتفرزيه برضه عشان الكومبوت وكده، الحاجات ديت ما ينفعش ندخلها ونطلعها كتير عشان بتفك بسرعة. الفواكه بتفك اسرع بكتير من الخضروات عشان تحافظ على الالياف بتاعتها وتحافظ على لونها وطعمها زي ما هو. اتمنى ان انتوا تجربوها وتقولوا لنا ايه اللي حصل معاكم لما فرزتوها وتستفادوا منها. لو ما عندكيش الفراوله بتاعتك، اقصد مش حمراء قوي، حط لها قطعه بنجر صغيره معاها في نفس الكيس بتاع التفريز عشان لما تطلعيها وتضربيها في الخلاط عشان تعملي منها عصير او تعملي منها صوص صوص فراوله للتزيين، تكون جاهزه عندك ويكون اللون بتاعها حلو وجميل. في ناس بتزودها شربات فراوله لما تيجي تعملها، في ناس تيجي تعملها يعني عصير، لكن كده نبقى حاطين مادة صناعية يبقى ما كانش ليه لازمة بقى خلاص فراولة فراولة يشربوا الصناعي. في حاجة كمان، في ناس بتزودها لما بتيجي بتعمل الصوص بتاع الفراولة بتزودها جيلي، جيلي فراولة بيخلي اللون بتاعها غني اكتر وكثيف بدل ما تغلي منها كمية كبيرة وتهدريها في حاجة زي كده. اتمنى ان الفيديو يكون مفيد بالنسبة لك وتجربوا الفراولة بالشكل ده. متنسوش تعملوا القناة بلايك وسبسكرايب وشير عشان تكونوا شركاء معانا في الخير. الدلع الخير كفاعله. اللهم اغفر لأمي وأبي وأموات المسلمين أجمعين. كنت معاكم مروة حماد ونادي كل الستات. اللهم اغفر لأمي وأبي وأموات المسلمين أجمعين. متنسوش تدعموا القناة.